صانع الامل العراقي هشام الذهبي يستضيف صانعي الامل في الوطن العربي في قلب العاصمه بغداد ليعرفهم عن هذه العاصمه الجميله التي شوهها الاعلام المزيف الذي يحاول ان يصفها كاسوا مكان للعيش في العالم ويتناسى انها عاصمه الحب والجمال والابداع على حد وصفهم تحت شعار بغداد السلام ترحب بصناع الامل العرب تستقبل بغداد المحروسه عدد من صانعي السلام ممن فازوا بجائزه الامارات لمحمد بن راشد هذه المبادره التي فاز ومثل العراق فيها المبدع الناشط المدني هشام الذهبي تم دعوه صناع الامل من مصر محمود وحيد ومن الكويت معالي العسعوسي اضافه الى العراق المغترب خالد صبحي من دوله الامارات للحضور الى بغداد والاطلاع على معالم بغداد واللقاء بالناس في الشوارع وفي المطاعم وفي المتنبي الغرض منها هو نقل الصوره الحقيقيه لجمال بغداد وجد صانعو الامل في بغداد انها تختلف بكثير عن كل الذي سمعوه عنها، وسيعملون على نقل تلك الصوره الجميله التي شاهدوها عند زيارتهم الاولى الى العراق، ونقلها الى بلدانهم كسفراء امل وسلام لنقل السلام. موجود هنا في بغداد دعوه من صديقي هشام الذهبي. آه علشان نشوف بغداد ونشوف قد ايه هي جميله ونغير الصوره المشوهه عن بغداد وننقل آه الصوره الحقيقيه لبلدنا ونكون سفراء عن بغداد في بلدنا طبعا انا اول مره ازور بغداد لكن مو اول مره ازور العراق والحمد لله يا ربي صراحة الإعلام ظلم العراق وشوه صورتها بشكل غير عادي لكن بالدعوة هذه اللي وصلتنا من أخوي هشام الذهبي والذي يعتبر علم من أعلام العراق في مجال العمل الإنساني طبعا لما دعانا وكنا بنجي في كثير ناس طبعا خافوا في طبعا من المسجات اللي تجي حق الناس في من الإعلام ان العراق وبغداد بالذات والوضع والحركه العسكريه وكل هذه الاشياء لكن كل هذه الاشياء ما وجدناها وجدناها هي امان حالها حال الكويت ما شاء الله يا ربي الناس الناس عجيبه عجيبه يعني صراحه روعه حسيت اني انا في بيتي تعتبر مبادره صناع الامل اكبر مبادره عربيه تهدف الى تكريم البرامج والمشاريع والمبادرات الانسانيه والمجتمعيه التي يسعى اصحابها من خلالها الى مساعده الناس دون مقابل ونشر الامل وترسيخ قيم الخير والعطاء وتعزيز الايجابيه والتفاؤل وتكريس واقع أفضل في حياة الناس من حولهم وصناعة الفرق في حياتهم من بغداد رفل العزيز الرشيد